اللي فيها هشام دي اكيد هتبقى مترشقه رجاله وسلاح. خلينا نبص عليها بصه الاول وبعدين نتكلم. مش عبودة الدواخل اللي يتعلم عليه في حتته. عليا الحرام ما حد معدي ولا متحرك الا لما اخد فلوسي منكم انتوا الاثنين. احمد باشا في مصيبه جديده عند رحيم. في يا خالد؟ شكلنا كده داخلين على واحده تانيه زي بتاع بولاء. اطلب قوه فورا. حاضر يا فندم. قوم. ما يامرش عليك ظالم. يا لهوي يا حلمي ايه ده؟ في ايه يا بنتي؟ انا عارفه. في ايه يا رحيم؟ في ايه يا ابني؟ مفيش حاجه يا حاج. مفيش حاجه ازاي؟ ما تسكت مراتك يا حلمي. حنان ما اسمعش صوتك. هات من الاخر يا عبود. ال 50,000 جنيه فلوسي اللي كلهم صاحبك عليا. وانا مش قلت لك يعوض عليك ربنا؟ بس لو عايز تسترزق عندي ليك شغلانه هتكسبك اكتر من كده بكتير. شغلانتي؟ ما تبص لنفسك، ده انت طالع من السجن مش لاقي اللضا. مالكش فيه بقى. عايز تسترزق انت والرجاله اللي معاك دي ولا لا؟ انجز، فلوسي فين؟ عبوده لو جاي ولو اتعلم وتمشي ما انصحكش. علشان رحيم لو عظم في قفه ما بيسيبش حد. وهقولها لك تاني. لو سلاحك ده اترفع عليا موتني. علشان لو ممتش هزعلك قوي. انت بتهددني؟ لا انا بس بفطمك علشان ساعتها مش هكون لك حق عندي. ومات الكلام يا حاج بدر. ايوه. هات الامانه اللي عندك في الدولاب. امانه ايه؟ مالك الان ليه؟ ده انت اللي معاك السلاح. رحيم خد. امسك. ايه ده؟ ده العربون. ودول علشان الرجاله. علشان مش رحيم السيوف اللي تيجي لحد عنده رجاله وتمشي من غير ما يتعمل معها احلى واجب. خد ياد امسك. على فكره دي انت ما تربيتش. انت ما عرفتش تربي رجالتك يا عبوده. مش تستاذن ياد معلمك الاول؟ يزنوهم بقى. خلي الرجاله تتحي. ند ايدك ياض. انت ما هربتيش ليه؟ يعني بعد كل اللي حكيته لك ده كنت عايز نهرب يا عماد؟ مش يمكن الراجل كان مستنيني بره ده عايز يقتلني؟ دكتوره داليا عندها حق يا عماد بيه. التليفون فين؟ انا فتشت كله ما لقيتش حاجه. على الاقل اعرف الدعم منين. في حاجه غلط. احنا كنا فاهمين ان اللي بيكلمها هو اللي حط لها المخدرات. ازاي وهو اللي عايز يهربها او عايز يدبسها اكتر في الهروب؟ قضيه المخدرات دي ممكن تكون اتسببت في طورته هو. انت مش بتقول ان هو كلمك في السنتر؟ يمكن مش فارق معايا. انا عايز اخرج من هنا. طب بصي سامي، ممكن تسيبنا لوحدنا شويه؟ ما تطوروش، المأمور لو شافني بره هيدخل لكم. يا اسمعيني لو سمحتي، دي اخر مره شفت ابوك امتى؟ انت بتسال على بابا ليه؟ يعني ممكن يكون اداكي شنطه وقال لك شيليها عندك، والشنطه دي يكون فيها مخدرات وانت ما تعرفيش. انما انت اتجننت يا عماد؟ انت ازاي تجيب سير بابا في حاجه زي كده؟ انت فاكر بابا ايه؟ انا اسف، انا كنت بحاول افهم بس. عماد اياك تجيب سيرة بابا في حاجة زي كده تاني، ولو أنت مش عارف تساعدني أنا هساعد نفسي. خلاص خلاص، قلت أنا آسف. أيوة جاي، رص على شيشة تجيب بلاي قطيفة. العب يا برنس. خشب يا غشيم. هو أنت غشيم في كل حاجة حتى في الطاولة؟ تعمل إيه بقى؟ أرزاق. راحت عليك العشرة يا حلو. إيه ده؟ أنت بتسلمنا رحيم؟ اثبت يلا.
عبود يالا. خير يا باشا، في ايه؟ كنت جايب رجالتك واقفل الحاره ليه؟ ما حصلش. هو ايه اللي ما حصلش؟ الراجل لما عرف اني خرجت من السجن جه حييني، رقص شويه هو ورجالته، بعد كده مسكوا طريق. فتش الواد ده. تشرب يا باشا. ولا بدوي عمرك رايحين باشا، هات واحد شاي كارف ميه للباشا بسرعه. بس كده عليا يا باشا. وشوف الرجاله تشرب ايه. حاضر. اصل ما ينفعش يا باشا تيجي انت والرجاله لحد رحيم السيوفي الا لما يتعمل معاكم احلى واجب. يلا رجاله. نورت يا باشا. الموبايل طلع مسروق. كنت متوقع حاجه زي كده، بس على الاقل لو عرفنا مسروق منين ممكن ده يقربنا شويه. انسى معاليك، عارف مسروق منين؟ من شارع ورا القسم، صاحبه هو بيعمل البحضر كان الموبايل في ايد داليا متفرمط ومحطوط له شريحه. ناس محترفين دول ما بيهزروش. عموما انا اتقص على ابوها، صعب يكون هو. كميه المخدرات اللي لقوها في مكتبها بفلوس كتير قوي، هو يعني ظروفه تحت الصفر. يبقى اكيد حد من اللي بيروح لها المكتب هو اللي زائلها الحاجه. ودي برضه حاجه تفوتني، انا بعت استدعي كل العاملين في مكتبها علشان يتحقق معاهم، ما عدا شخص واحد ما جاش ومش عارفين نوصل له. مين؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا كنت بروق الاوضه. اوقف عندك يا بنت، انا لسه ما خلصتش كلام يا اختي. انت كنت بتدور على فلوس رحيم مش كده؟ اللي انت بتقوله ده يا حاج ما يصحش الكلام ده. الله لم لسانك يا بنت وبطلي كده. كده ولا مش كده؟ عموما الفلوس اللي بتدور عليها اهي. خد يا بنت، امسكي خدي الفلوس اللي انت عاوزاها، الفلوس اللي يملوا عينيكي ويفكروك انت مين. امسكي يا بنت. ايه يا حاج الطريقه دي؟ انا كنت عملت حاجه يعني؟ عملتي؟ ده انت عملت كتير كتير قوي قوي قوي. اوعي يا بنت تفتكري ان انا مش واخد بالي من نظره عينيكي اللي بتفضلي مثبتاها عليا وانا برفع اللقمه من على الترابيزه وكانك مستخسراها فيا. وسكت قلبك خلي التراب المدافن انضف من الفرشه اللي انا بنام فيها. هنا ما يصحش كده يا حاج بدر. ايه الكلام ده؟ لقمه ايه وكلام فارغ ايه؟ انا عمري قصرت معاك في حاجه؟ لا ابدا. انت عمرك قصرتي. عارفه بعمرت ايه يا بنت؟ بعمرت ما كنت بتضيعي هدومي وتيجي جاري تقولي ضاعوا في الغسيل، مش كده برضه يا بنت؟ الهدوم ضاعت والله. اغرسي وابطلي كده. لو تفتكر ان انا كنت باكل من الكلام ده ولا حركات النسوان دي كانت بتعدي عليا؟ لا انا كنت بعدي بس عشان خاطر عيون حلمي، لان انا اللي مربيه. بس يا خساره نسيت اعلمه ازاي يختار عتبته، ازاي يختار مراته. يلا يا بنت غوري من هنا، روحي شوفي حالك واوعك اوعك تعتبي الاوضه دي تاني، فاهمه؟ غوري امشي. طب بتهزر يا احمد؟ في حاجه يا فندم؟ المشكلة إن مفيش حاجة. ملف رحيم من ساعة ما خرج وهو مفيهوش حاجة. وخاتم بالقوة اللي خدتها ونزلت. إيه لازمة القوة أمال؟ ما إحنا يا فندم بدأنا. أحمد! مش أنا اللي تقدم لي ملف زي ده. قول إنك رحت بعد الحكاية ما خلصت زي اللي حصل في بولاق.
يا فندم. أنا عارف، أنا عارف وفاهم. رحيم تقيل عليك مش كده؟ تحب أشوف لك حد يشيل معاك؟ اللي تشوفه سعادتك. تفضل. أحمد باشا، بدور عليك من بدري يا ريس. عايز أنت كمان ما هي ناقصاك. في معلومات يا فندم ظهرت في القضية الجديدة وحضرتك لازم تعرفها. معلومات إيه؟